الله عليه وسلم. عشان كده بقول يا جماعة الخير، ربنا يبارك فيكم، احذروا يا شباب المسلمين من الاحتفال بالفالنتين دي. ودين قلت لكم القصة، واللي عايز يحتفل بالقديس فالنتين انا عايز اقول له، يعني لما تقابل النبي يوم القيامة على الحوض ويقول لك احتفلت بالقديس فالنتين وما احتفلتش بسنتي، هتقول له ايه؟